برنامج في حته معينه لا حديث هيطلع بالعربي احنا وكلت الانبال الفرنسيه آه. جونز فرانس بقى ابعت لحضرتك الاستاذ طيب. اسامه طبعا اللينك ماشي بننشر بالتحرير حبس سنتين ونص خرج شوقي خرج وشوقي مناخ كده مناخ صعب الى ان تفك الدنيا خير وصلاح واصلاح لاخرين انه دائما هناك يعني تصنيف لمصر فيما يخص حالة حقوق الإنسان ممارسة سياسية الحقوق والحريات في حق في التعبير الحق في التجمع الحق في الاعتقاد الديني فكنا بنشوف ان بعض ما كان يكتب بعضه صحيح وبعضه مبالغ فيه بعضه محتاج توضيح مؤخرا احنا نجحنا في ان احنا نستخدم الاسلوب واللغة اللي ممكن يبقى فيها نوع من الاستماع وبالتالي دراسة حالات مراجعة مواقف في البعض ولذلك ربما تحقق نجاح الضغوط الأجنبية وما يصدر من الكونغرس وما يصدر من البرلمان الأوروبي وما يصدر من مجلس الدولي لحقوق الإنسان كل هذا يؤخذ في الاعتبار وعلينا كسياسيين وحكومة أيضا ومجتمع مدني إن احنا ندرس ملاحظاتهم نصائحهم لكن بالضرورة لابد إن احنا نشوف ما هو يتوافق مع يعني أمننا القومي ما هو يتوافق مع القانون الشعب المصري خلال السنوات اللي فات كان هناك تشويه متعمد لكل المدافعين عن حقوق الإنسان ولكل السياسيين ولكل المنظمات هذه الثقافة محتاجة تتغير أنا متفائل لأنه ما عندناش اختيارات غير إن احنا نتفائل ونساعد وندفع ببساطة عشان نخفف معاناة الناس اللي محبوسة أو الناس اللي بتعاني وأهليهم يعني لك أنت